السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين سألنا كيفاش القضية تاع حجام جون حجام. الحمد لله يا ربي لبدا وين قبل لا نبداو سمحوا لنا بارطاجونا الفيديو تاعنا. ماذا بكم جماعة، عاونونا وصلوها يعني ألف جام ألف جام باش نسقطوا هذه التبليغات اللي راهم على قناة شوبير ديزاد. راكم تشوفوا كيفاش يعني حاجة ماشي باينة، ماشي غير قناة ما طلعش تاع شوبير، راه عليها السينيال وبكثرة بكثرة. ربي وكيلهم هذو الناس اللي راهم يسينيالو، شغل نقولو خاطش انا كاشفينهم ها قضية كيما تاع حجام. الحمد لله يا ربي نهار الخميس درت فيديو دار والناس طايحه كيف جاب حجام وحجام مبليسي وهذا المدرب متناقض. منهم هو كان عنده نظره، كان هادر مع اللعاب اللي راني واجد عندي مباراه كما كنا نفهموا فيكم اللقطه الضربه تاع في سبتمبر تاع محرز وتاع عوار. محرز ما لعبش بالثلاثه وبعد لعب بالجمعه، خرجوا اوليك منو منو بياكدوا بلي هذا الزبل هذو تاع اليوتيوب هذاك موسى يلامه ابو كلبه وهذيك الخانزه هذيك وولادها وهي هي بغاو يبينوا بلي عندهم حقيقه. اولا محرزه يلعب ولكل حد عوار لعب، بصح كنا نساهموا فيكم كاين تولي لعاب ما يلعبش المباراه تاع المنتخب الوطني يوم الخميس امام غينيا الاستوائيه، اعلان بلي اللعاب راه مصاب ما نريسكوش به، بصح غادي موراها بيومين يلعب، ما ينجمش يلعب في ديك المباراة برك، ما ينجمش يأثر على روحو في ديك المباراة، بصح موراها يلعب يعني بيومين الأيام يلعب، على يقول لك بعد 10 أيام اللعاب يولي، يضيع مباراة زوج ويولي، حجام حنا بين الناس كانت تهدر راني عاقل عليها، يعني قلت لكم يا ودي أنايا ما ننتقدش، لا المدرب واش جاب والله ما نهدرها، جاب شايبي رد شايبي، أنا واه، أنا كاين واحد برك. وانتم شاهدين تكون صيب ياسين عدلي في ليكيب ناسيونال استاذ الكذابين هذو تاع جماعه الم... تريحوا مني والله ما نزيد نهضر على ليكيب ناسيونال، والله ما نزيد نهضر على ليكيب ناسيونال تاع لافا، تريحوا مني كذبوا ديروا واش بغيتوا، ما نزيدش بالك نجي معاكم نقول لكم ما عندكم الحق. انا نقول لكم انا واه كاين واحد برك صعب مملية، يجيب بلايلي يجيب فيغولي مقولحي، أي سهل، مدرب شايف شا عنده، عارف واش عنده، خاطش نعرف بلي مدرب يجيب بالمعايير ما يجيبش بوزنيه، يجيب بالمعيار، جوار كي يجيبو يكون محتاجو في ديك المباراة يحطو يلعب به خطة، هذه هي، ماشي قضية تاع يجيبو في تو سكت. نسكت معطاوي ولا سكت صحافة ولا سكت شوية تاع الشعب ولا لا، هذه هي. وين أظهر اللاعب الجزائري جون حجام جاهزية كاملة للمشاركة في معسكر منتخب بلاده والذي سينطلق اليوم، وين انطلق اليوم يعني يوم أمس، اليوم صايك راحوا ربي يوصلهم بخير ويولوا بخير ان شاء الله ونربحوا في غينيا استوائيه ان شاء الله. وين استعداد لمواجهه غينيا استوائيه وليبيريا لحساب صحة التصفيات كاس امم افريقيا بعدما لعب اساسي مع فريقه يعني امس اليوم الاحد ضمن الاسبوع 14 من الدور السويسري لكره القدم، رغم ان اداره فريقه اعلنت قبل ايام ابتعاده عن الملاعب لثلاث اسابيع ما اثر جدال كبير لدى الراي الكروي وعشاق المنتخب الجزائري. بصح مدرب اتصل به، مدرب يرمي التليفون يعيط له يعني. وحسب مصادر في المنتخب الجزائري مصادر موثوقه يعني يوم امس الاثنين والذي يعني خلينا ما نجبدوش، فاشار الى ان المدرب فلاديمير كان على اطلاع بنفسه اطلع بنفسه على الوضعيه جون حجام الصحيه وذلك لعلاقته الوطيده مع مسؤولي النادي وهو فريق سابق ان قاده ثلاث سنوات 2008 حتى 2011، كما ان اطباء النادي الطبيب النادي السويسري تواصلوا بدورهم يوم الاربعاء الماضي.
مع نظرائهم في المنتخب الجزائري، وأكدوا أن لهم حدوث تشخيص خاطئ لإصابة حجام ولا توجد أي خطورة عليه، ما يعني أنه يمكن للمدرب الاعتماد على اللعاب إن أراد ذلك، وهو ما حدث بوضع اسمه ضمن القائمة النهائية والتي جرى الإعلان عنها يوم الخميس الماضي. وجاءت مشاركة جون حجاب ضد يعني في يوم الأحد، رغم أن النادي نشر الأسبوع الماضي بيان عبر موقعه الإلكتروني يؤكد فيه أن جون حجاب لن يعود للملاعب قبل التوقف الدولي، وجاء فيها سيغيب جون حجاب عن فريقه خلال أسابيع الثلاثة المقبلة. لقد أصيب الظهير الأيسر الجزائري بتمزق في الألياف العضلية للساق، لكن المدير الفني المنتخب الجزائري صنع المفاجأة بدوره عندما وضع اسم اللاعب ضمن القائمة المعسكر الشهر الحالي، ما عرض يعني المدرب البوسني الانتقادات بسبب تفضيله لاعب مصاب على الآخرين أكثر جاهزية منه سواء في أوروبا أو في الدوري المحلي، في حين برز المدرب قبل ذلك سبب استدعاء اللعاب في مؤتمر الصحفي عقده يوم الخميس الماضي قائلا: أعرف أن فريق جون حجام نشر بيان يؤكد إصابتي وغيابي عن الملاعب، لكنني فضلت أن أدرجه في القائمة لأنني لمست يعني لست متأكد بنسبة 100% من إصابته. الجهاز الطبي في المنتخب على الاتصال بالأطباء ناديه ومن الصعب معرفة حالته بدقة. والناس خرجوا هنا: يا كيف جاب لعاب بليسي، واي 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 ولعاب ميتا، واي 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 توما، واي واي توما هما الواي واي، يا انتوما هما الواي واي ولعاب ميها وزيد شبيد لهم صاحبي. وهنا شا غادي نقول لكم دروك، واش غادي نقول لكم، يا شا غادي نقول لكم، ما عندنا ما نقولوا. المهم نقولوا بلي اليوم وين المنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله يعني تكون مباراه يوم الخميس في صالح المنتخب. يعني مدرب اروح نقول لكم، مدرب هذا بروفيسيونير، مدرب هذا ما يخدمش بوذنيها، انا الشيطان يعرف يا خبرة في قاضي منتخب، أما كان قاضي منتخب منتخب أوروبية، لعب كوب دي موند، لعب كأس أمم أوروبا، لعبها، ما كاش بلي كان يلقى في لي صورتو يلقى في الأخرى، كاشا، ماكم، ماكم حاسبين بلي الحق 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 35 مباراة مع لي صورتو، يمشي مع لي صورتو، شو أداء كداية تاع منتخب وطني، حاجة تبدلت تا. بقم بالك معطاوي معطاوي واللي تحسب باللي راني مأمنك ولا خلعتنا، قلت لنا باللي المدرب السابق هو اللي خدم هو اللي وهذا راه يمشي على بالك باللي لا اله الا الله محمد رسول الله يا كل عام يعني والله لا ما تعبناكمش والله والله الله يشافيكم ان شاء الله بربي. انا نقول لكم كيما نهار اللي خرجت انت عارف باللي مدرب ما غادي يدير والو في الكوب دافريك وما يدير والو، ياه قلت لنا كنت تحوس تطيح من القيمه تاع المنتخب تاع الرياضه الجزائريه من اجل مدرب، قلت لنا واش كنتو مقبل حتى خرج المدرب السابق قالنا واش كنتو يا ودي ودينا غير كوب ديموند، صح كل واحد كل واحد غير كوب ديموند، خو يا ودي كل واحد غير ماتش في الكوب دافريك، دو كوب دافريك كل واحد غير ماتش واحد، وقتها ولينا نجرو مور على بالك هذيك صوفيا تبع فيها وانت تبع فيك هي تبع فيها انت تبع فيك، تا ولات تمشي في الزنق وتقارع دقائق التوالا تقول لهم باقي زوج دقائق يا ربي نسمع الزغاريت يا ربي نسمع الزغاريت يا ربي نسمع الزغاريت. نهار موريتانيا دايره لايف تقول يا ربي نسمع الزغاريت باقي زوج دقائق انا خاسرين يا ربي نسمع الزغاريت، بغاو يحتفلوا بتأهل للدور الثاني يعني حاجة كبيرة يحتفلوا بالدور الثاني سيحنا، وكانوا بيحتفلوا نشتهم الناس موجودين كلش بغاو يحتفلوا اشتيالا نديروا ماتشين مع موريتانيا ونحتفلوا واه واه. على كل واحنا كوب ديموند كانوا بعض واحد الجوارة وكلش لونتيا كانوا غادي يبيعوا لكم البول مرقي
البول المرقي يبيعوا لكم البول المرقي. انا نقول لكم كانوا غادي يبيعوا لكم البول المرقي وتشروه نورمال عادي، وكان ليه شربه يقول لك بركه بركه سيدي جمال.